السلام عليكم، معكم أمين شوير في مدينة تازة. شكرا على الاستضافة الكريمة. أمين مدينة تازة هو فنان ذوي احتياجات خاصة، كنشتغل على مستوى الإخراج السينمائي وأيضا على مستوى الموسيقى والإنتاج، واللي معروف حاليا بعريس الدار البيضاء، يعني على قبل المشكل اللي كان وقع لي في عرس حياة الجنسي بمدينة الدار البيضاء. بالنسبة للنهار اللي وقع لي المشكل، تقدر تقول هذيك أقبح تجربة وأقبح إحساس اللي يقدر شي واحد يعيشه وما نتمناهش، ولو العدو ديالي راه ما نتمنالوش داك الإحساس هذاك، لأنه إحساس قبيح بزاف وتجربة قبيحة اللي الله يجعلها بمغفرة الذنوب وصافي، يعني هادشي اللي نقدر نقول. اليوم جيت لمدينة تسلا على أساس تنفيذ حكم قضائي بالرجوع لبيت الزوجية مع الزوجة ديالي، وأنا كننتظر دابا حاليا المفوض القضائي باش أنني ندخل لعندو. في حالة يعني ما كانتش باغية الرجوع، ما مستعداش للرجوع، مستعد ندير معها أي حل اللي هذه نسبة هي بطبيعة الحال، يعني ما غاديش نقدر ندير السيف على شي شخص باش أنه يكمل معايا ولا، يعني أي حل لا دير رضيها غادي نديرها معها، ما عنديش مشكل. فعلا أنا كانت عندي أربعة ديال المجموع، خمسة ديال القضايا مع خمسة ديال اليوتيوبرز، تحكموا أربعة للأحكام السجنية تراوحت ما بين 6 شهور حتى 14 شهر. غير هو اليوتيوبرز هذو قبل ما يهضروا عليا كانوا هضروا معي، قدموا لي مجموعة ديال العروض باش نلعب مجموعة ديال الأفلام، مجموعة ديال السيناريو معاهم على قبل البوز. في الوقت اللي ما بغيتش أنا، يعني اللي امتنعت التجأوا للطرف السهل والطريق السهلة، واضطريت أنني نقدم شكاية للجهات المختصة، والحمد لله خديت الحق ديالي. المحتوى ديال القضايا هو كان مجموعة ديال النعوس، من بينها نصاب، من بينها متسول، من بينها ماشي راجل، تم استغلال وثائق طبية ديالي اللي كتمثل في تحاليل ديال الحيوانات المنوية، واللهم لك الحمد خديت الحق ديالي. وبالنسبة للدعوة الخامسة يلا بدات الأطوار ديالها في بداية الأسبوع هذا. بدأ أول حاجة باش نوضح المغاربة أنه الهدف ديالي الأول والأخير اللي كان مهد العرس هذا هو نبين ونوصل واحد الميساج لكاع الناس أنه كاينين بنات ولاد الناس، يعني هذا الهدف الأول والأخير. بالنسبة للماديات أي حاجة ما عمري تناقشت فيها ولا هضرت فيها مع أي طرف كان، واللي قادر يبين أنني ناقشت معاه الماديات ولا طلبت منه ولا سول شنو كيتعطى ولا شنو، هذا يكون مستعد نواجهه. أنا الماديات ما أصلا غادي للعرس وما كان وجد العرس ما على باليش في لي كومونتير باغي على وديت الفلوس على وديت ما عرفت اش. انا ما عمري سولت وما عمري ناقشت هذا الامر، واللي عنده شي حاجه تثبت ذلك مساعد نواجهه، يعني كنقول هذا ما امام المغاربه مساعد نواجهه. انني طلبت ماديات ولا قلت شنو تعطيوني ولا شنو، انا كانت رساله اللي كنت باغي نقدمها لا غير. شوف هو الاقدار ديال الله سبحانه وتعالى، الزواج ماشي عيب، مرة الأولى والثانية ماشي عيب، ولكن بطبيعة الحال غادي يكون واحد الوقت اللي طويل بزاف. يعني الحمد لله دابا تفرغت لمجموعة الأعمال، عندي إن شاء الله مشاريع خاصة ديالي، اللي أول مشروع اللي غادي يتم الافتتاح ديالو قريبا إن شاء الله بحول الله في مدينة تازة. يعني غادي نتفرغ أكثر للعمل، وإلا جا الزواج مع واحد في واحد الوقيتة بالعكس ماشي عيب. وفعلا غادي ندير عرس اسطوري، ولكن العرس الاسطوري غادي نديرو انا باش نبين للناس انني ما كنتسناش شي واحد، انا كان عندي ميساج كنت باغي نوصلو لا غير. وفعلا الا تزوجت مره اخرى وكتب نتزوج مره اخرى غادي ندير عرس اسطوري وغادي ننظمو انا. وباش نكون واضح، ماشي غير غدر، الكلمه ديال غدر راه بسيطه في هادشي هذا اللي وقعت فيه. انا كان كيتحفر ليا من مدينتي، من ناس قراب، هما ماشي من الأقارب ديالي ولكن ناس لي معرفة وقراب ليا. أنا كانوا كيتلعبوا عليا دي سيناريو اللي يمكن الله سبحانه وتعالى دار هاد العرس غير سبب باش أنني نعرف مجموعة الحقائق، لأنه في الحياة العادية ديالي راه ما كنتش غادي نعرف، أقسم بالله ما كنتش غادي نعرف.
تحفر لي من مدينتي على اساس شنو؟ على اساس اول حاجه كانت غيره واضحه جدا، غيره اللي واضحه جدا. ثاني حاجه ما عرفتش واش كان الهدف ان القناه، لان حتى هما دي يوتيوبرز، ان القناه تطلع، انا ما عرفتش بغيو يركبوا عليك ولا ما فهمتش. بحال هكاك، غير هو المشكل انهم كانوا كيلعبوا لي قبل وانا ما كنتش منتابع، ولكن في هذه الفتره عرفت الحقيقه الكامله. بحال نبارك الله بهذا المولد. فعلا فعلا. إيه نعطيك إيه نعطيك على باش المغاربه يزيدوا يفهموا اكثر، انه في اول خروج اعلامي، اول خروج اعلامي للطرف الاخر، تم تمرير واحد الاشهار لواحد الناس. واحد اول خروج اعلامي تم تمرير اشهار لواحد الناس، يعني انا وقع لي مشكل مع الزوجه ديالي، وقع لي مشكل مع الزوجه ديالي، الا خرجت نهضر نهضر على المشكل بحد ذاته. علاش نمرر واحد الاشهار لواحد الناس لو انه ما كانوش اتفاقيات من قبل وما كانوش دي سيناريو من قبل؟ وهذا لي سيناريو اللي توضحوا من بعد وبالادله الكافيه، اللهم لك الحمد. هو في الاصل هو راه كاين الحكم، يعني انا كنقول لك الحاجه اللي طريحه غادي نديروها. انا راني جيت من تازه مدينه سلا، اقسم بالله الا راكم كتشوفوا راني مريض ديال النيشان، راه اقسم بالله راني مريض فعلا، راكم كتشوفوا مريض ديال النيشان. وهكاك تحديت المرض وجيت ضربت الكيلومترات باش نجي. اي حل بغاتو غادي نديرو معاه، اي حل بغاتو غادي نديرو معاه. والحمد لله كاع الامور اللي تقالت ظلما وبهتانا، والظلم شحال ما طال كيبان، حقيقة شحال ما طالت كتبان. يعني أنا تظلمت، أنا تظلموا عائلتي، يعني واحد كما كتقول واحد كان واحد الباتري اللي تخي شارجي، وفاش تفرقع تفرقع في مرة واحدة، وفاش تسال هذاك الشاحن هذاك ما فينا هما. الرسالة ديالي للمغاربة هما، شوف المغاربة اللي الشعب اللي ذكي بزاف، ولكن في الطبيعه ديال الانسان، الطبيعه اللي خلقنا الله بها سبحانه وتعالى ومذكوره حتى في القران الكريم، يستمعون القول فيتبعون احسنه. انا يمكن بالهضره ديالي، بالصرامه ديالي في الهضره، بالقوه ديالي في الهضره، كان بان واحد الانسان اللي طاغي، اللي ظالم، اللي ما عرفتش. انا ماشي من النوع اللي كنت دلال، ولا انا الا بكيت، وراه بكيت في واحد اللقاءات بكيت، ولكن بكيت بالحرقه اللي كنحس فيها، بالذكريات، بزاف ديال الحوايج. الا بكيت كنبكي من اعماق القلب، ماشي كنبكي باش انني مثلا نكسب تعاطف. انا ما كنتسناش تعاطف من شي واحد، لانه انا كنتعاطف مع نفسي. مي كنبكي بداك الشيء اللي فعلا حاس به، يعني ماشي لانك بغيت اللبز. راه كنقول لك في ديك الوقيته هذيك ديال العز الازمه، هذيك احسن فرصه للبز. كاينين بزاف ديال الناس اللي طلعوا بالمشاكل ديالهم، انا البوز ديال المشاكل ما عمري كنآمن بهم، ما عمري اصلا استغليت شي مشكل ديال شي واحد كيف ما بغى يكون باش انني نهضر عليه، ولا القناه ديالي راه خير دليل، اللي بغى يدخل يشوف ويتاكد راه خير دليل. ما عمري استغليت شي واحد ولا هضرت على شي موضوع. القناه ديالي دايره، ما نخدم شهرين، ما نخدمش 3 شهور، ما نخدمش، عندي نورمال. كندير اعمال ديالي، كندير دي فلوغ صاي، القناه دايره بسميتي انا، كنخدم ليا انا. اما باش نستغل الموضوع ونطلع على ظهر شي شخص اللي هو ربي اللي حاس به، هذيك راه اصلا انت الانسان كيفاش كيكون الضمير ديالو، ما نقدرش نفسر هذه القضيه.